تفضل يا شيخ. تفضل. الله يحفظك. هلا انا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك عم ياسر؟ مولاي يا مولاي. السلام عليكم. البركه
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بالنعم ووفاها، فأنزل علينا كتابا كالشمس في ضحاها، على قلب نبي كالقمر إذا تلاها، فمن تبع هدايته سار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنه فقد تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها. وأصلي وأسلم على خير خلق الله طه، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أنت ضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحفل المقام بساحة الكرام ومن ديوان عائلة آل حمد بقرية العساكرة برديس مركز البلينا محافظة سوهاج، وبدعوة كريمة من أبناء الحاج السيد عبد الموجود العجوز أبو حمد، تتواصل الأفراح والليالي الملاح، وفرحنا اليوم ليس فرح واحد وإنما هو أفراح. فرحتنا الأولى بهجرة النبي عليه أفضل الصلوات، والفرحة الكبرى وهو طهور الأحفاد، فيتجدد اللقاء مع حضراتكم وبحضور المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء بطهور عريسينا أياد القذافي السيد عبد الموجود وابن عمه عريس الليلة ياسين أيمن السيد عبد الموجود. أسأل الله أن يتمم هذا الطهور على خير، وهذه الفرحة على خير، وأسأل الله أن يبارك فيهما
وفي آبائهما وأمهاتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأحبابهما وأقربائهما ببركة الصلاة والسلام على رسول الله خير الوجود. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من خلالكم وباسمكم أوجه رسالة شكر إلى أبناء الحاج السيد عبد الموجود العجوز أبو حمد، نشكرهم لأنهم أحيوا أفراحهم بكتاب الله. الأستاذ القذافي السيد عبد الموجود صاحب الطلعة البهية والابتسامة الصافية والخلق الجميل، وكذلك أخيه الأستاذ أيمن السيد عبد الموجود صاحب الأدب الراقي، فهو لدى الجميع محبوب، ومن أحبه الخلاق وضع له في قلوب الناس محبة واشتياق وفتح له أبواب الأرزاق، وكذلك أخيهم الأستاذ صلاح، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الصلاح والإصلاح، وكذلك أخيهم الأستاذ ماهر، وهم جميعا لجمعكم ممتن وشاكر، ونسأل الله أن يبارك لهم في الوالدة والوالد والأهل والأحباب والأقارب، وكأنهم يقولون لنا اجعل من يراك يدعو لمن رباك. وأسأل الله أن يتمم فرحة أياد وياسين على خير، وأن يجعل هذا الطهور شفاء وبركة وطهور ببركة الصلاة والسلام على الرسول. نشكرهم لأنهم أحيوا أفراحهم بالقرآن وبحديث النبي العدنان، فمن بدأ حياته بالقرآن واختتم حياته بالقرآن عاش في معية العزيز العلام. خير بداية لهذا الحفل الابتهالات الدينية والمدائح النبوية مع فضيلة الشيخ محمود السيد، فليتفضل مشكورا مأجورا. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إلا الله الكريم.
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين يا رب. الله أكرمنا بمحمد صلوا عليه. الله أكرمنا الله أكرمنا بمحمد سيد السادات وبهديه وبهديه ينير القلوب من الظلمات. الله أكرمنا الله أكرمنا الله أكرمنا بمحمد سيد السادات. صلوا عليه. وبنوره يضيء القلب وبنوره يضيء القلب من الظلمات. يا سيد الكونين يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا إن لي قلبا قلبا مشوقا لا يوم سواك. فوحق جاهك فوحق جاهك فوحق جاهك إنني بك مؤمن. فوحق جاهك فوحق جاهك إنني بك مؤمن. والله يعلم أنني أهواك. صلى الله عليه. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله لما حضرنا
لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لي من وجد وحالي وأقول لي من النبي غالي الله الله أشكي لي من وجد وحالي الله الله وأقول لي من النبي غالي الله الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لما حضرنا أبا الزهراء طلع عمري من أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله طلع عمري من أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد فلي لأرى سكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنولاح النولاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الخضر الله الله اللي علينا بالنظر الله الله يا صاحب القبة الخضر الله الله اللي علينا بالنظر الله الله هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى رسول الله صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه عام جديد أشرقت أنواره فاملأه بالخيرات يا رباه واجعله عام هداية وسعادة واجعله يا ربي كما ترضاه واحفظ لنا أحبابنا يا سيدي وقهم إلهي شر ما نخشاه ولتكتب الأفراح في أيامنا ولتبعد الأحزان يا الله إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام هيا بنا إلى كلمة التهنئة لركن من أركان الدعوة إلى الله فلطالما تحدث على منبر رسول الله وبلغ العاشقين والمحبين محبة النبي ومحبة آل بيت النبي مع فضيلة الداعية الإسلامي لا أقول بمركز البلينة إنما بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله فضيلة الشيخ ثابت توفيق أبو عشرة فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا Thank you.
شاء الله يا إخواني نجلس ونستريح علشان كده المجلس يبقى مجلس سماعي اللي يلقى كرسي يستريح. ياريت كل واحد يستريح في مكان. الحمد لله الذي لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسبحه كما سبحته الخلائق من قبلي قائلا: سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيول بصهيلها والطيور بتغريدها. الحمد لله الواحد الأحد، أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص لا يليق به، أركع وأنحني إعظاما في صلاتي لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن ثمانية، إما أنهم ثمانية أفراد أو ثمانية صفوف، والأظهر أنهم ثمانية أفراد، وهم من أرفع الملائكة قدرا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فذكر الله طائفتين: الطائفة الأولى حملة العرش، والطائفة الثانية الذين يطوفون حول العرش. وتحدث النبي عن ملك واحد من حملة العرش، فقال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى. هنا يتوقف العقل البشري. تأملوا يا أحبابي، نحن الآن فوق الأرض السابعة، وتحتنا ست أراضين، بداية قدمي الملك في الأرض السفلى، ثم يمتد جسد الملك العظيم إلى السماوات العلى، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. يقول النبي عن هذا الملك: وعلى قرنه عرش الرحمن. ثم قال النبي عن هذا الملك: وما بين شحمة أذنه إلى كتفه إلى عاتقه، هذه المسافة الصغيرة في خلقتنا هي بالنسبة للملك مسيرة 700 سنة بسرعة الطير، كأن طيرا يطير من شحمة أذنه لا يصل إلى كتفه إلا بعد 700 سنة. وهذا يدل على عظيم خلق الملائكة. يقول ذلك الملك في تسبيحه لربه: سبحانك حيث كنت. الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمل الله، ولا الكرسي يسند الله،
بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. وأشهد أن سيدنا ومولانا وعظيمنا وكبيرنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، هو الإمام الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم، هو الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة. يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. عليك سلام الله في كل لحظة، لقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ورطبوا ألسنتكم بذكر الله، وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله، نيابة عن أبناء وأحفاد أولاد الحاج السيد عبد الموجود العجوز أبو حمد وآل العساكرة جميعا. أقول لكل من حضر: هلت الأنوار وشرفت الديار بكم يا أمة المختار. اجتمعنا في حفل الختان، الطهور أو الطهارة التي نسميها لأولادنا، اسمها في اللغة العربية الختان. والختان واجب على الرجال وسنة في حق النساء. الرجل واجب عليه أن يزيل الجلدة الزائدة في فرجه، وكذلك المرأة استحبابا ومكرمة لها. وسيدنا إبراهيم، اسمع إلى هذه المعلومة، سيدنا إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة. سيدنا إبراهيم الطاهر اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الحديث في صحيح البخاري: بالقدوم. اختلف العلماء على قولين، منهم من قال بالقدوم أي بالفأس، لأن العالم قديما كان بدائيا لا توجد آلات حديثة. القول الثاني: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قيل أن القدوم قرية في بلاد الشام، إلا أن الراجح من أقوال العلماء أن المقصود بالقدوم أي بآلة الفأس. هكذا اختتن إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل قال في القرآن لسيدنا محمد: اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فاتبع النبي ملة إبراهيم، فكانت في سنة سيدنا محمد الختان. وكان الصحابة قديما يعرفون القتلى في المعركة في الجهاد، يبحثون عن القتلى، هل هذا الرجل مسلم أم كافر؟ كانوا يكشفون عن أبشارهم وعن فروجهم، فإن كان الرجل مختونا فهو مسلم، وإن كان غير مختون فهو على الكفر. فهذه سنة سيدنا محمد، ديننا دين النظافة، ديننا دين الطهارة، ديننا دين الجمال، ديننا دين الكمال.
يجب علينا أن نطبق الدين على أنفسنا في كل مجالات الحياة، قولا وعملا ومنهجا وسلوكا وأخلاقا ومعتقدا وواقعا حيا بين دنيا الناس. أولاد الحاج السيد عبد الموجود العجوز أبو حمد القذافي وأيمن، يجب علينا أن نربي أولادنا على تعاليم الإسلام وعلى أخلاقه السمحة. أولاد المسلمون حاليا، أولاد المسلمين حاليا يسبون دين الإسلام في كل مكان إلا ما رحم الله. دين الإسلام يسب في الطرقات، دين الإسلام يسب في المقاهي، دين الإسلام يسب في داخل الدابة السوداء المعروفة بالتكتك، والدين يسب في الصعيد أكثر من وجه بحري، كما قال أحد الرجال من بلاد الوجه البحري إن بلاد الصعيد معروف عنديهم الكرم والأخلاق والتسامح، لكن عنديهم عادة سيئة تدخلهم في الكفر، كثرة سب الدين. دين الإسلام يسب، الذي قاتل من أجله الأنبياء وقاتل من أجله الصحابة. عم الحج اللي سمعنا، علموا أولادكم أن الإسلام خط أحمر، الدين قاتل من أجله الأنبياء وقاتل من أجله الصحابة. يسب، استحيوا من ربكم يا من تسبون دين الله، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. علموا أولادكم الأخلاق، علموا أولادكم أن الخال والد وأن العم سند، والميراث الحقيقي الذي يجب أن نورثه لأبنائنا حب الأخوات من البنين والبنات. لن يكون على وجه الأرض بعد أمك وأبيك أحن عليك من أخيك. المشاكل اللي حاصلة بين الإخوات بسببين، إما بسبب النسوان في البيوت وإما بسبب المواريث. ملعون أبو الميراث اللي خليني أكره أخوي. يا أخي زوجتك، أخوك عايش من 30 سنة معاك وجات لك مرة جديدة من سنة ولا من سنتين، إزاي تقنعك إنه أخوك ده شيطان؟ يا أخي قال الله عز وجل لموسى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. الأخ لا يعوض. من الذي نصرك ووقف في ظهرك وأنت صغير حينما أراد ابن الجيران أن يضربك؟ حينما أراد ابن الجيران وأنت صغير أن يضربك، من الذي نصرك؟ أخوك هو الأسد الغالب، فارس الكتائب والمواكب، هو قهار الأعادي إذا نادى المنادي. فيا عباد الله، علموا أولادكم الحب فيما بينهم، الأخلاق حاليا والمشاكل والفتن. علم ولدك أن يحافظ على نفسه. لسه والله العظيم ولد عنده 15 سنة، والله من مركز البلينة جايبينه في المركز حاليا، جاب بنت من محافظة البحيرة عندها 14 سنة، من وراء أبوها وأمها راح جابها وجه حاليا عشان خاطر التليفونات. الولد 15 سنة والبنت 14 سنة، وهم 2 حاليا في المركز. ليه؟ بسبب التليفونات والمعاكسات. يا حبيبي، بنتك لو أخطأت سوف تأتي بعمامتك البيضاء في الطين والتراب. حافظوا على بناتكم، وأنت حافظ على ولدك. ولدك ربما تضحك عليه فتاة في الحرام وتصوره
وتنتشر صور عبر الفيسبوك، ولدك إن صوره أحد في فضيحة انتهت الحياة، لا حياة بعد ذلك. نحن مسلمون يا أهل الصعيد، أين النخوة؟ ربوا أولادكم ونساءكم على الحياء، مات الحياء عند النساء وانتحرت الغيرة عند الرجال. وأكبر وسيلة من وسائل التربية هو أن تكون قدوة لولدك، لكن في زماننا هذا كيف تكون قدوة لولدك وهو يراك لا تصلي، يراك لا تتصدق بصدقة، يراك لا تفتح مصحفا، يراك دائما وأبدا تكذب عليه؟ كيف يتربى الابن على الصدق والوفاء وهو يرى والده من أكذب الناس؟ اسمع يا كذاب، الرجل الحر لا يكذب أبدا، الرجل الشجاع لا يكذب أبدا، والكذاب دائما رزق ضيق. كيف تتربى البنت على الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة؟ كثيرا ما نرى في الأفراح أم تصفق وابنتها ترقص، والغالب في البنت أنها تكتسب الأخلاق من أمها مهما كان مستوى البنت، جامعية أو غير متعلمة. فيا عباد الله، اهتموا بأولادكم وبناتكم. أولادنا حاليا منشغلون بقصات الشعر، بحلقة القزع وهو حلق بعض الرأس وترك الآخر، هذه حلقة شيطانية المعروفة بعرف الديك. المسلم لا يحلق القزع ولا يلبس في يده حظاظة، المسلم لا يلبس في رقبته سلسلة. يا أخي أنت اسمك أحمد ومحمد ومحمود ومعتصم، اسمك عمر، اسمك عثمان، كيف تعلق رقبة، كيف تعلق سلسلة في رقبتك؟ هذا لا يكون أبدا للرجال. الرجل لا يلبس حظاظة ولا يلبس سلسلة ولا يحلق حلقة ولا يحلق حلاقة عرف الديك أو القزع، هذا كله مخالف. أولادنا حاليا منشغلون أيضا بالمخدرات، والمخدرات بجميع أنواعها، حشيش أو شب، المخدرات بجميع أنواعها تأخذ حكم الخمر. وقد لعن رسول الله في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها وساقيها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. وحاليا عندنا مادة اسمها الشب، هذه المادة منتشرة في بلادنا في مركز البلينة، منتشر هذا السم الأبيض بين الشباب. ونصيحتي لكم، إذا جاء لكم شاب، إذا جاء لكم عريس ليخطب ابنتكم، فاسألوا عنه جيدا، فالعالم مليء بالمفاجآت. كم من فتاة بريئة فوجئت في أيام زواجها الأولى أن فارس أحلامها يشرب الخمور، والله العظيم في ثلاجات الخمرة، في الثلاجة زي زجاجة البيبسي والكاكولا والكنز، والله العظيم كم من فتاة بريئة فوجئت أن فارس أحلامها يشرب الخمور ويتعاطى الحشيش والمخدرات، فضاع الأمل وانهار الحلم. فيا عباد الله، انتبهوا لأولادكم وحذروهم من الإدمان، فهو نهاية الإنسان. هناك بيوت تعيش في جحيم، بيوت تعيش على كف عفريت،
والد يشكي، أم تبكي، لكن أرجع وأقول الآباء والأمهات هم السبب، لأنهم لم يحسنوا التربية من بداية الأمر، فالجزاء من جنس العمل. ومن يزرع الورد يجني الشذا، ومن يغرس الشوك يجني الجراحة. كلمتي هذه للجميع، ليست للمدمنين فقط بل للجميع، خاصة من المراهقين من الشباب قبل أن يقعوا في هذا البلاء. فالوقاية خير من العلاج، فيا شباب الإسلام للحق عودوا، فأنتم مجده الزاهي وبكم يسود. أيها الشاب المراهق احذر من أصدقاء السوء. انت عارف ايه اللي بيبوظ الشباب في الجامعة في الكلية؟ السكن الجماعي. الشاب عم الحجة اللي سمعني ركز معايا وسيبك من الشاشة بالله عليك، انت كل اللي في الفرح شفتهم، خلي بالك معايا. انت عارف ايه اللي بيبوظ الشاب؟ الشباب اللي في السكن الجامعي يضحكوا على الشاب. جرب هذه البرشامة مرة واحدة فقط، هذه المرة سوف تنسى همومك، سوف تعيش في عالم الخيال والسعادة، سوف تشعر أنك بطل، سيخاف الناس منك. تحت هذه الكلمات البراقة سقط كثير من الشباب في الإدمان. فيا أيها الآباء والأمهات، حذروا أولادكم من أصدقاء السوء. أيها الوالد الحبيب، ولدك الذي عقدت عليه الآمال وجمعت من أجله الأموال، يجب عليك أن تكون مهتما به. اسأله عن دراسته يا أخي، اسأل ولدك عن دراسته، اسأله عن أخلاقه، تعرف على أصدقائه وأصحابه. فالصاحب ساحب، وأنت أيضا اتخذ ولدك صديقا لك. لماذا لم تأتي بولدك إلى هذا الحفل مثلا؟ لماذا تركته على المقاهي يشاهد مثلا مباريات الكرة؟ لماذا لم تأتي به إلى المحفل؟ أنت اتخذ ولدك صديقا لك، لا تجعل حاجزا بينك وبين ولدك. عندنا في الصعيد بيقولوا إذا كبر ولدك خويه مش ربيه، لأنه مرحلة التربية انتهت بعد سن البلوغ. بعد سن البلوغ هو يحتاج إلى توجيهات ونصائح فقط، لكن للأسف هناك آباء خارج نطاق التغطية، لا يعرفون شيئا عن أبنائهم ولا عن أخلاقهم ولا عن أصدقائهم، ولا يعرفون أبناءهم في أي مرحلة دراسية هم. راقبوا أولادكم، من يصاحبون، إلى أين يذهبون، مع من يسهرون. أنت لا تعد إنسانا ناجحا في الحياة إذا جمعت مالا كثيرا وأهملت أولادك. ولذلك أنا بدري كنت منزل منشور على الفيسبوك وزعل مني بعض الناس، الواحد يتجوز فتاة جميلة ومؤدبة وبعد شهرين يسافر الكويت أو السعودية، ويجي لها بعد سنتين يخدم معها شهرين تاني، وبعد 3 سنين يأخذ معها 3 شهور، ممكن يأخذ في الغربة 20 سنة. لو جمعنا الأيام اللي قعدهم مع امرأته وزوجته لا يتعدوا 3 سنوات. أنا عارف إن الظروف صعبة، لكن يا حبيبي لو كان ربنا كرمك لا تتأخر في الغربة، أولادك أهم من المال. النجاح الحقيقي شمولي وليس جزئي، يعني انت لو كنت ناجح في المال فقط انت فاشل، لابد ان تكون ناجحا في علاقتك مع ربك، وناجحا مع اسرتك، وناجح مع المجتمع، وناجح مع وظيفتك، وناجح مع اولادك. اللي يقول انا ناجح في 3 فقط فهو فاشل، لابد ان تكون ناجحا في 5 امور. النجاح لا يتجزأ، ربنا لو كرمك ما تطولش في الغربة، لأن الأولاد سوف ينحرفوا. انت فرحان جاي بالتلفون ب20,000 لولدك، وعامل نفسك ربيت ولدك، لابد أن يكون نصب عيني، كبره بين يدي، علمه الأخلاق وأنت بجواره.
هكذا ينشأ الشاب المسلم. فحذروا أولادكم من المخدرات، عالم المخدرات وتجار المخدرات لعنة الله عليهم، دمروا عقول الشباب. كم من بيوت دمرت بسبب تجار المخدرات، وجرائم القتل معظمها بسبب تجار المخدرات. ويجب على كل مسلم صادق إذا علم بهؤلاء المروجين للمخدرات أن يبلغ عنهم السلطة ورجال الأمن، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن النصيحة للمسلمين. أيها المدمن، يا من تتعاطى الحشيش والمخدرات، نهايتك والله سيئة، ومصيرك أيها المدمن إما إلى السجون والسجون مقابر الأحياء، وإما إلى الإفلاس والمال عصب الحياة، وإما إلى المصحات والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. تشوه سمعة أبويك وتدمر صحتك وتدمر أسرتك وتخسر أموالك، وتحمل أوزار من تبعك إلى يوم القيامة. وأيضا علموا أولادكم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموهم الأدب. المشاكل، الثأر، الدماء المنتشرة في الصعيد، والله العظيم بسبب الأخلاق السيئة. أيها المسلم، إياك أن تقول لي أنا أصلي وأخلاقك مع الناس سيئة. اللي ما يصلي الفجر ومع يأذي جيرانه صلاتك لا خير فيها. قال الصحابة يا رسول الله إن هناك امرأة كثيرة الصلاة كثيرة الزكاة كثيرة الصدقة إلا أنها تؤذي جيرانها. فقال النبي لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها ولا في صلاتها. وقال الصحابة يا رسول الله إن هناك امرأة لا تصلي إلا الخمس صلوات فقط إلا أنها تحسن المعاملة مع جيرانها. فقال النبي الخير فيها، هي من أهل الجنة. يا أخي المسلم، وظيفتك في هذه الحياة هو أن تتعامل مع الناس بلطف، أنت ما خلقت لتصطدم مع الآخرين. فيا أخي حسن من أخلاقك، غير من نفسك، وسع صدرك، أمسك عليك لسانك، تحمل أخطاء الآخرين، أصلح من حالك. إذا أردت من المجتمع أن يكون صادقا فكن أنت أول الصادقين. ابدأ بصلاح نفسك، كن صاحب صدر سليم، حب الناس، الناس يحبونك. وأكبر مفتاح القلب أي إنسان هو أن تحسن إليه، أن تنصحه، تقدم له هدية، تعينه على حل مشكلة، تقف معه في أزمته، تتكلم معه بكلمة جميلة، بسلوك حميد، بفعل طيب كريم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. المسلم أخو المسلم، يسأل عنه إذا غاب، يعينه إذا افتقر، يساعده إذا احتاج. هذا هو الذي ينشئ الحب بين الناس. إذا أردت أن تكون سعيدا فأسعد الآخرين. يا أخي الفاضل، بالله عليك، هل أنت مؤدب بالفعل أم تدعي الأدب ادعاء؟ هل أنت مؤدب أم تتصنع؟ اللي بيتصنع الأدب ربنا بيفضحه بدري. هل أنت مع الناس محترم؟ هل تعاملك مع الناس لطيف؟ نعم يا أخي، هل أنت بالناس لطيف؟ يطمئنون إليك ويرتاحون إلى جوارك ويتلذذون بحوارك ويتسابقون إلى مرافقتك ومعرفتك.
ويأمنون شرك على أموالهم وأعراضهم. هل بيعك سمح؟ شراؤك سمح؟ حديثك صدق؟ وعدك وفاء؟ كلامك خير؟ يدك عن الشر مكفوفة؟ عينك عن الخيانة مصروفة؟ طلاقة وجهك لغير معارفك كما هي لذوي مصالحك؟ أين نحن من هذه الأخلاق والآداب والقيم والفضائل؟ كفانا نصب واحتيال وغش وخداع وتطفيف في الكيل والميزان، كفانا كبر وغرور واستعلاء، كفانا من هذه العنترية الكاذبة الفارغة. هل ابتعدنا عن الكذب والأباطيل والقال والقيل؟ قل لي بربك، أين إحسانك إلى جارك؟ أين إكرامك للضيف؟ أين الرحمة بالضعيف؟ أين الإحسان إلى الفقير والمسكين؟ أين رد السيئة بالحسنة؟ أين إتقان العمل؟ أين احترام المواعيد؟ صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. يا له من دين عظيم لو كان له رجال. طبقوا الإسلام على أنفسكم، يجب علينا أن نطبق الدين على أنفسنا في كل مجالات الحياة. كل واحد في عمله. المحامي مثلا، أنا أضرب أمثلة، المحامي مثلا الذي يأتيه الموكل بدعوى أو بقضية خاسرة، ويعلم المحامي أن هذه القضية باطلة ومع ذلك يدافع عن المجرم، هل طبق على نفسه الدين المعاملة؟ الطبيب مثلا، هل الطبيب اتقى الله في المرضى؟ فإن كثيرا من الأطباء يتاجرون في صحة الناس، وهمهم هو جمع المال، يتعاملون مع المرضى بغلظة وجفاء. وأقرب تعبير للأطباء الذين يستغلون المرضى إلا ما رحم الله، منهم أناس محترمة. الطبيب الذي يتاجر في صحة الناس أقرب تشبيه له على أنه جزار. انظر مثلا إلى أقذر تحالف عرفته مصر، حينما يتحالف الطبيب مع الصيدلي، مع معمل التحاليل، مع مركز الأشعة لنهب المريض. هل طبقوا على أنفسهم الدين المعاملة؟ يا عم الحج حمام كلهم، لا بس فيه إلا من رحم الله عشان ما يهاجمونيش، فيهم ناس محترمة، لكن اتقوا الله في المرضى. المشايخ عشان ما حدش يقول سايب ليه المشايخ، ينفع الشيخ مثلا يشرب سيجارة؟ ينفع الشيخ مثلا يشرب شيشة؟ ينفع الشيخ مثلا يأكل ميراث أخته؟ ينفع الشيخ مثلا يأذي الجيران؟ طبقوا الدين على أنفسكم قولا وعملا، منهجا وسلوكا، أخلاقا ومعتقدا، واقعا حيا بين دنيا الناس. والله يا له من دين عظيم لو طبقناه على أنفسنا. الكرم مثلا علموه لأولادكم، وأختموا بهذه المواقف، ركز معي جيدا في الكرم، علموا أولادكم الكرم. قال عمر بن الخطاب عن الكرم، أقصد قال عمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز عن الكرم وعن البخل: لو كان البخل ثوبا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. البخل، نعوذ بالله من البخل. والإنسان الكريم قيل أنه خير عند الله من العالم والشهيد. جاء في بعض الآثار أنه إذا مات عالم ودفن في المقابر نادى مناد بين الأموات: أيها الأموات،
لقد مات اليوم عالم ودفن بينكم وسيخفف عنكم العذاب 40 يوما. أما إذا مات الشهيد ودفن في المقابر نادى مناد بين الأموات: أيها الأموات، لقد مات اليوم شهيد ودفن بينكم وسيخفف عنكم العذاب 40 سنة. أما إذا مات الكريم ودفن في المقابر فينادي مناد بين الأموات: لقد مات اليوم كريم ودفن بينكم وسيخفف عنكم العذاب إلى أن يلقى الكريم الكريم. الكرم، كان النبي كريما، النبي كان من أكرم الناس، كان كريما مع أصحابه. اسمع مثلا إلى كرم النبي مع أصحابه: الصحابة أحب النبي حبا يفوق حد الخيال، لأن النبي كان واحدا منهم. كان النبي يأتي ضعفاء المسلمين، يزورهم، يعود مرضاهم، يشهد جنائزهم، يتعهد حاضرهم، يسأل عمن غاب منهم. كذلك كان النبي مع أصحابه يتوسط لهم، يشفع لهم، يقضي ديونهم، يفرج كروبهم، يعلم جاهلهم، يطعم جائعهم، يكسو عاريهم، يسلم على صبيانهم، يمسح على رؤوسهم، يداعبهم، يحنكهم، يجلسهم في حجره، يدعو لهم، يدخل السرور عليهم. النبي أحبه الصحابة حبا يفوق حد الخيال، قلت لأنه كان واحدا منهم. اسمع وركز معي جيدا، في غزوة الأحزاب في العام 5 من الهجرة، الصحابة حفروا الخندق. الخندق ترعة بس ما فيهاش مية، حتى لا يدخل الكفار إلى المدينة المنورة. الصحابة عددهم 1000 الذين حفروا الخندق، والنبي حفر معهم الخندق. قال جابر بن عبد الله الأنصاري كما في صحيح البخاري: فذهبت إلى زوجتي وقلت لها: إن رسول الله يشكو من خمص شديد، النبي جعان، عندك حاجة؟ قالت: عندنا بهيمة داجن، يعني جدي صغير، وعندنا صاع من شعير. فقال لها: أنا أذبح الجدي وأنت اطحن الشعير. ثم قالت: يا جابر، هيا اذهب وأتي برسول الله ومعه 4 نفر، يعني 3 أفراد، 5 أفراد، 6 أفراد مع النبي. ما تجيبش أكثر من كده يا جابر، لا تفضحني برسول الله يا جابر. قال جابر: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الجيش وصاررته، يعني خدت على جنب، وقلت له: يا رسول الله، عندنا بهيمة داجن، جدي صغير، وصاع من شعير، فتعال بأبي وأمي مع نفر من الصحابة نضايفك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسط الجيش، ونادى النبي على الصحابة: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار ويا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. فقام الجيش عن بكرة أبيه، عددهم 1000، وقام الجيش يقدمهم رسول الله. قال جابر بن عبد الله الأنصاري: فأسرعت أمام الجيش وزوجتي على عتبة الباب، فلما رأتني زوجتي ورأت الجيش قالت: بك وبك، وبخت، وقالت له: ألم أقل لك لا تفضحني برسول الله يا جابر؟ ثم قالت له: أأنت دعوت الناس أم رسول الله؟ قال: بل رسول الله. قالت: إذن يدبر أمره معهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استدعي خابزة فلتخبز مع زوجتك. ثم قال النبي: أين اللحم؟
فنظر النبي إلى اللحم على البرمة داخل البيت وقال النبي اللهم بارك، ونظر النبي إلى الشعير وقال اللهم بارك، والصحابة يقفون أمام البيت. ثم قال النبي لجابر أدخل لي الصحابة مجموعات مجموعات عشرة عشرة لأن البيت ضيق، فجعل الصحابة يدخلون عشرة عشرة. يضع النبي كسرة الخبز من فوقها قطعة اللحم ويقدمها لكل صحابي، لكل صحابي قطعة خبز وقطعة لحم، حتى أكل الصحابة. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري فأقسم بالله لقد أكلوا حتى انصرفوا، وإن برمتنا لتغط باللحم كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، والذي نفسي بيده إنه أكرم الخلق، إنها بركة رسول الله، والذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشرفه وأرسله وكرمه، ما دب على الأرض من هو مثله في كرمه وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. لا تنسوا صيام يوم عاشوراء يوم الاثنين القادم، الاثنين القادم صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية من الذنوب من الصغائر والكبائر. قال النبي عن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. عاشوراء له أربعة أحوال: الحالة الأولى وهي العليا أن تصوم تاسعاء يوم الأحد وعاشوراء يوم الاثنين والحادي عشر يوم الثلاثاء، الحالة الثانية أن تصوم تاسعاء وعاشوراء، الحالة الثالثة أن تصوم عاشوراء والحادي عشر، الحالة الرابعة وهي أقلهم الحالة الدنيا الحالة الأقل درجة أن تصوم يوم عاشوراء فقط. إن كنت لا تستطيع أن تصوم التاسعاء والعاشوراء فلا تحرم نفسك من صيام يوم عاشوراء حتى يكفر الله تبارك وتعالى ذنوب سنة ماضية. أقول للعرسان، لابن أيمن وابن القذافي أولاد الحاج السيد عبد الموجود العجوز أبو حمد، أقول لهم الله يحرسكم ويرعاكم ويتولانا ويتولاكم، هو مولانا ومولاكم يهدينا وإياكم. خلي بالك من ولدك يا عم أيمن، انت وعم القذافي أولادك هم زرعتك الحقيقي، والله العظيم لو عملت فلوس علو الجبال ذهبا والولد خرج فاشلا لا طعم للحياة. فعلموا أولادكم الأخلاق وربوهم على أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ادفعوهم للكتاتيب، علموهم كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. حفظوا أولادكم أسماء العشرة المبشرين بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ادفعوهم إلى الكتاتيب، ولدك لو حفظ القرآن وهو صغير والله سوف يكون مثقفا، ستراه في المجالس يجيد فن الكلام والحوار والنقاش والإصلاح بين الناس. علمه القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. أنت تعلم ولدك مادة الإنجليزي ومادة الفيزياء ومادة الكيمياء والأحياء والأموات
ولا تعلموهم شيئا من أمور ربكم ولا من أمور دينكم، فإن الحياة والله يا إخوة تحتاج منا إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء دور القرآن، وآل حمد قد أحسنوا الاختيار للقارئ العلم لمحافظة سوهاج ولصعيد مصر فضيلة الشيخ الذي أحبه من كل قلبي، الصادق الصدوق الذي يقرأ القرآن بإتقان، فضيلة الشيخ حاتم السيد الحرزاوي. إلا أنني أترك المكبر لفضيلة الشيخ سعد محمود الغرابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمه بساق العرش مكتوب، لم يعي قدر الحبيب سوى الله، منذ مهدي صبيا بالحبيب متيم، والفؤاد بقلقل عاشقا يهواه، فما أنظر الوجه إذا ما صلت وسلمت على الحبيب شفاه، فما بالك إذا ما القلب صلى نلت وأيم الله ما ترضاه، يذوق المحب للمحبوب حلاوة، ومن ذاق طعم الحب لا ينساه، ومن ينصر الشفيع إلا تنصروه فقد نصره الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نشكر فضيلة الشيخ ثابت على هذه الكلمة والتي ذكرنا من خلالها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد، فقال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كما ذكرنا كذلك بنعمة العفو والعافية عند المقدرة، فقال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل: يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، باسم أبناء الحاج السيد عبد الموجود العجوز أبو حمد وجميع عائلة آل حمد وجميع عائلات العساكرة، نشكر جميع من حضر، الغائب منكم ومن كان على سفر، مقبلين الخد والورد من لقياكم فاحت منه العبر، وبالأحضان شوقنا لرؤياكم ظهر، ويعلم الله أن هذا الجمع جمع محترم، ومن غاب عنه كان كمن حضر. فعلى لسانهم نقول لكم: شرفتمونا ونورتمونا، وحصلت البركات والعاقبة عندكم في المسرات. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى مسك الختام، ومع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ حاتم السيد الحرزاوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق، هو خير واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذكره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا Thank you.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء كما نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن
أنزلناه من السماء كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه كان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر لقد جئتمونا كما خلقناكم أول بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير What?
ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم تسير الجبال ويوم تسير الجبال ويوم تسير ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم
أخذناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم تسير وحشرناهم ويوم تسير الجبال ويوم تسير ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد
جئتمونا كما خلقناكم أول بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا
منزلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداء ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا رب إني وأنا العظم مني واشتعل الشيء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك
وإني خفت المواني لي
غلاك قال رب أنى يكون لي غلام قال رب بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب أني يكون لي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من
الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فخرج على قومي من المحراب بكرة وعشيا فأوحي
سبح بكرة وعشيا يا يحيي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نزد عليه ورتل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا يا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهير سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو تخيره وكيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة يا حي يا قيوم الفاتحة استشفاعا بالقرآن العظيم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات قد اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حاتم السيد الهيكي الحرزاوي احياء هذه الليلة، وكان وعزا في هذه الليلة فضيلة الشيخ ثابت توفيق ابو عشرة، ومقدما للحفل فضيلة الشيخ سعد محمود الغربلي، وكان معكم من الهندسة الإذاعية المؤثرات الصوتية مؤسسة ابناء المهندس بالاحي وغرب مركز الوسيرات محافظة سوهاج، مع تحيات فيديو ميكسر مهندس محمد شلبي بجرجة، مع تحيات البوفيه والمشروبات المعلم عارف بجرجة. الى ان نلتقي على خير، الى ان نلتقي على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.